السلام عليكم، معكم محمد عدي النخلي. السؤال إيش يبغى؟ يبغى اللي هو هذا 60 ديجري، يبغاني أحولها للراديان. طيب قانون الراديان إيش يقول؟ يقول إذا يعني إني بنحولها، هذا القانون اللي هو باي على 180 ضرب الديجري، الديجري اللي هي هذه 60. طيب نيجي نعود في القانون، يصير نحط الباي فوق على 180 ضرب 60، فيطلع لنا هذا الناتج. نيجي نسويها في الحاسبة، اللي هو باي على 180 ضرب 60، بيطلع لنا هذا الناتج.